هاي جايز، كيفكن؟ اليوم رح فرجيكن على السكين كير روتين. اول خطوة رح اعملها هي تنظيف البشرة. سكند ستيب رح استخدم this eye patch من جيجون. ثيرد ستيب رح استخدم this patch اللي هي للشفاف to hydrate. رابع ستيب رح استخدم فيسيت امبيولز من براند اسمه اي دي، جست وان بامب. سو اهم شيء بروتيني الصباحي بالسكين كير هو الترطيب 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 لحتى بشرتي تكون قويه وتقدر تداين لاخر النهار. اخر ستيب فروم ماي سكين كير از ماي فيفورت داي كريم فروم استي لودر. هيدا هو السكين كير روتين تبعي يلي بتعمد اني استخدمه الصبح لحتى يخلي بشرتي مويسترايزد اند ريدي فور ميك اب.